لانه لما يتم تحرك شك نعارض سياسات الحكومه نقترح حلول بديله نقول راه مشكل نعملوا وانه نجي يقول لا ما نمشي الدوله نجم نعاد الحكومه لا ونشرعوا باقة الطريق وفك هذاك وهذاك نتاعكم وفكوه لكم اذا منطق هذايا منطق معناها اذا فما اطراف بالطبع اكيد فما اطراف وانا نعتقد هذايا ونقولوا مش في التحرك الخير برك في كل التحركات معناها فما اطراف مصالح ماليه لوبيات يساعدها الدوله تكون ضعيفه باش تكنتر كيما تحب هي وتعمل جرا موازيه وتعمل اللي تحب وممكن الناس هذيا ماذا بها الدوله مش تضعف برك ماذا بها الدوله تطيح باش تولي تحكم وتعندها حساباتها وتعمل اللي تحب كيما في دول اخرى معناها عندها تجارب راهو فيها فهمت فما ناس تحلم بهذايا الدوله التونسيه صامده الدوله التونسيه عمرها قرون الدوله التونسيه احنا بالكراهيه هذه الكل وبتفهمنا الحركه الاجتماعي وبحرصنا على معالجته بالحوار وهذا مريتوه في بن قردان في تطاوين اليوم في كل التحركات مش معناها الدوله ضعيفه ماهيش قادره لا الدوله قويه ولكن طبيعه المرحله وحساسيه المرحله نفضلوا كل هذا يتم بالحوار الحوار موجود مع المجتمع المدني مع الاحزاب رئيس الحكومه سينتقل للتطاوين كما انتقل لكل المناطق بحلول للولايه برؤيه الولايه وكذلك برؤيه واقعيه مش تفريق وعود واحلام ونقولوا لشبابنا المحتاج نتفهموه ولكن كذلك لابد نعرف انه راهو كان نطيحوا الدوله هذه نطيحوا الكل معاه واللي يعتقد انه كي يستنفع وحده بالشيء اللي موجود حذاه نقولوا راهو هذا قادر يدور معناه